ما في قناة ترد الروح. أقول جعلهم البارود اللي يشب فيهم 200 قناة وكلها ما فيها إلا. ها يا بنيتي، وانت بيش مشكلتك مع زوجك؟ قناة زينة. أنا الحين قناة زينة؟ إيه. خشت هالساحل؟ إيه هذا يحل مشاكل. ما دام في قناة اسمع بيها أنا. مع السلامة بس. وانت بيش مشكلتك مع زوجك؟ زوجي يحبني، بس أبيه ما عاد يناظر غيري أبد. إيه، مدام الحلقة فيها حب لازم أقعد لها قعدة عشان أخلي رشيد يحبني، لازم أتعلم وأسمع. اسمعيني زين وافتهمين، أريد منك جيبين قطعة ظفر من خنصر رجل اليسرى، تفتهمين؟ وبعدين يا بنيتي تحطين فوقهن 5 شعرات من فوق إذن اليمنى، وفوقهن 2 دمعتين من عين اليسرى، ونوعتين تمر أكلهن زوجك، وبعدين كلهن تحطينهن بمحفظة عجوز بكر، وتحطينهن في مكان ما يعرفه أحد. والله جا اليوم اللي أخليك تحبني فيه يا رشيد، وما تطالع غيري لا يمين ولا يسار. الظفر مقدور عليه، والشعر مقدور عليه، واللي قاله كله مقدور عليه، لكن عجوز بكر هذا اللي ما أدري وين أجيبه. وارسلت لك يا عزوتي كمي مرسول، وابطاجي وابك يا حبيبي علي. مساء الخير. هلا والله ببنيتي، يلا حية. شلونك؟ يا حي الله شيخة. شخبارك؟ الله يسلم. هلا هلا بالمتموزيل شمة. الله يسلم. شخبارك؟ يا الله لك الحمد. أنا قلت أجيب قهوتي وقعد معك شتا قهوة. الله يسلمك. أنت ما عمرك جيتي ويدك راضية؟ أقول إن خالتي تقول إن أنت بكر ما تزوجتي، صحيح؟ أي والله يا بنيتي، تخبرين يوم أنا شبابك الحين ولي أمري رد عني الخطاب كلهم، وبالتالي ما عاد بغوني. يا عمري عمرك، وإن شاء الله الله يرزقك بذاك الرجال اللي هنك يسعدك إن شاء الله. قولي يا بي. الله يسعد أيامك من بقك لباب السماء. يا حلوت، أقول عندك محفظة خالية؟ وش تبين فيها؟ يقول لك واحد فاعل خير يوزع فلوس، وانا قلت اخذ محفظتك خليه يحط لك فيهم فلوس. ايه لا صار فيها فلوس ابشري. بسرعه بس لا تبطين علي، لا تخلص فلوسه. يلا يا شمه وش تسوين؟ سمي. هذه محفظتك؟ ايه. حلوها كبرك. بس خليه يكثر فيها. ان شاء الله بيكثر فيها وما راح نقصر، وانا بعد بشوف لك عريس عشان تتزوجيني. سلام. شوي شوي يا اخوي، خليني القط الشعر الابيض. وش فيك؟ ما تبي ترد صغير؟ مو رايح الحلاق؟ مو بزين لي. ها خلصنا بس. ها خلصنا. حول الله، لا اله الا الله. هذا اللي اقوله. اقول آه. ترى ظفرك ليسر ذاك اليوم جرحني، تقول جنح سكينه. هذا؟ ايه. تبين تقصينه؟ ايه بقصه. قصيه نظفه بقصته. عندي جاس اليوم كثر حذاري، بس مرتين شعر مرتين ظفر مرتين. يلا الظفر وخذينا، والشعر وخذينا، ما بقى إلا طعامة التمر. أقول؟ آه. أجيب لك تمر وقهوة، أقعد بس انطرني. لا 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 لا، بروح لبوي في المزرعة. تبين تقهوينا؟ قهوينا في ذاك. هو انطر يا رجال. لا لا بروح. الحمام اللي سجاب الحوت واشبك على عيني الجازيه. عاش والله ابو رشيد يا اخوي، صوتك كانه بلبل يا اخوي. تقعد تغازل انت النخل ولا ايش قصتك؟ هذا وانا ابوك النخل هو اللي يسمعني، لو غنيت سمعني النخل. وين وينه؟ ما علاقه علاقه. الله يطول عمرك، ودامك تحافظ عليه وتهتم فيه الله يطول عمرك. شوف عاد وانا ابوك، خذ هذا المحش، نظف ذاك السادي اللي وراك. الله يطول عمرك، انا جايت قهوه، ما جيت احش. الله يسلمك. اجل وين القهوه؟ يلا القهوه والخلاص وصل. يلا تعالوا تقهوه. يا سلام يا سلام، شفت الدليفري ما يمديك تقول الجمله
إلا التوصيل السريع جاي. يلا يلا والله جيتي بوقتك يا شيخة والله ونعم. يلا يلا خوش خلاص. ما يحتاج ما يحتاج. خلاص خذك هوا خذك هوا. الحين انا بعرف انت ليش تقط الفصم وراك، انت ما تدري ان النظافه من الايمان؟ هذه ما هي بنظافه، قط الفصم هنا قدامي جيبه انا اشيله معي حطه. يا بنت الحلال خليه ينبت في المزرعه مو تقولين خلاصي. لا 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 يا رشيد، لا لا يا رشيد، هذه مو من ميزات آل حويرش، لازم تكونون نظيفين يا اخي. وين رايحه يا مره؟ تعالي صبي لك قهوه. يا رجال لازم نحافظ على النظافه، لازم نلم الوسخ، ما يصير كذا. الله يهدي سعد يا شيخه، انت بقينا تركتني الطعام يا عمي. لازم نحافظ على النظافه يا عمي. وش فيك يا عمي؟ ايه شكلنا الثعابين والدابات وكله مزين الناس. اقول الحين بعرف وين فصمك من فصم خالي. ليش؟ ابي اعرف بس يعني. شوفي هذه المنقوره من تحت، هذه من ضرس ابوي اليسار. ايه دائما يحب يفتح. طيب العلب ذا وانكسر الضرس. هذه هذه حقتي وهذه حقتي. اسمع انت وياها بربروا وكملوا بربرتكم كلها الى منك خلاص. انت قهوي وعاسل من هالتمر، رحنا في المساجد اللي انا قلت لك انا بروح اكمل شغلي. حاضر يا عمي. قول ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. اقول انا اقول الفصم الطويل حق خالي والفصم التخين حقك. توت توت تشك 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 توت توت. اي والله التمر من يديه زي العسل. يلا يلا وشو؟ يلا وشو؟ الفصم بلعتها. ليش تبلعها؟ ليش تبلعها يا ربي يا ربي؟ ما باقي الا دمعتين، ما باقي الا دمعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. امسحها شلت الفريك. انا تلفريك؟ تقول ان اختك تلفريك يا الضب. اها تعال. ايش عنده؟ طلبتك يا اخوي، طلبتك تكفى، طلبتك الحق على اختك، الحق على اختك. افا احد متحرش فيه؟ احد قال لي شيء اروح امردسه؟ لا يا اخوي. اها ابغى دموع رشيد زوجي. دموع رشيد دي انا ابيعها في الدكان. منين اجيب لك دموع رشيد؟ انا شخشوخه قلبك، شخشوخه اختك، شخشوخه انا اختك يا اخوي. لازم تسوي اللي انا ابيه. طيب وشو له؟ ها وشو له؟ بسرعه قبل يجي رشيد اسمع الكلام بس. انا متفقه مع حريم انه يعني اللي تجيب دموع زوجها قبل لها جائزه كبيره. ايه وانا اللي نصيب من هال ان شاء الله. بس انت جيب اللي انا بيتك يا اخوي. انا مستعد اجيب لك جيك دموع لرشيد. وشلون يا اخوي؟ رشيد عندي مثل العجينه، اقدر اخليه يصيح واقدر اخليه يضحك. يا اخوي وشلون؟ تبيني يصيح؟ ايه وتبيني دموع؟ ايه اوريه فيلم وثائقي عندي لاحوال بعض العرب في الصومال وفي العراق وفي فلسطين. طيب واخليه يصيح 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 يشوف هالمشاهد واجمع لك دموع واجيبها. اي صح كلامك. ها ايش رايك؟ ان شاء الله الله يفك عقهم هالعرب هذيله ان شاء الله. يلا يا اخوي بس تبين دموع حريصه. اي يا اخوي تكفى يا اخوي طلبتك. خلاص خلاص اتفقنا. يلا مشينا 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 يا بنت الحلال. عاد عاد الحمد لله والشكر لله لا حد يشوفنا. ما ادري ايش يا بنت الحلال تعال. وين وين يا شخشوخة؟ وين وين يا شخشوخة تحبي؟ لازم أخشع علشان أشوف مفعولة. لازم أشوف له مكان أخشع فيه عشان ما حد يطيح علي ولا حد يشكني. وين يا شخشوخة؟ وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي شو هالصوت؟ شخشوخة يا بعد قلبي
والله مشتاق لك يا بعد عمري، شخشوخة قلبي صار لمراد، صار شخشوخة عمري. هو أشر لي بالمنديل ياهو وقال أنا ماشي، وشعره عنابي طويل ياهو أشره ماشي. شيخة شخشوخة عمري وقلبي والله اني مشتاق لك مرة. حتى أنا يا قمر آل حويرش كلهم فديت هالخدود. أحبس وأحبس وأحب الهلس وطوايفس، ولو تجمعين أهل الرياض وأهل الشرقية وأهل جدة عشان يحسبون الحب اللي عندي لس، والله ما يكفيهم شيء أبد. أقول عمري شو راح تسافر أي دولة أي منطقة في العالم لو نروح القمر لحالنا إنهم ما تروحين عني. القمر عندي وانا اروح له. لا 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 خلي السفر بعدين احنا نروح المطبخ اسوي لك ذاك العشاء ونقعد مع بعض ونبزبز. طب بابا بروح معك ما اقدر اخليس الحالس في المطبخ. ايه يا بعد قلب حوارش احبس صدقي ما اقدر انزل عيوني من وجهس. لا تقول لي كذا ترى يجينا غرور. يا شخشوخة عمري هذا الصدق ما اقدر انزل وجهي عنس ابد. خلاص يلا امس خل تعشى يا بعد قلبي. بسم الله على قلبي خلاص يا عمري روحي كلي يا بعد قلبي روحي كلي وانا منظف كل شيء. رشيد ريني ماش فيه، رشيد ريني ما يدوش حلامه، نحب لي أخوي زيد. ألو زيد الحقني الحق أختك، شفيني ريلي يفتر مثل هذه حقة الهليكوبتر. إيه يلا يا أخوي لا تخليني يلا بسرعة. شخشوختي وينها؟ شارين هليكوبتر يا اخي رشيد قاعد ويفتر يفتر كانه مروحه. يفتر؟ ايه يفتر تمورو؟ ايه يا ربي ايش علامك؟ وينس يا شخشوخة عمري وينس فيه؟ شو وينس فيه حاتني انا ايش فيك ايش علامك؟ وخر خلني اكلم حبيبتي شخشوخة عمري. ايش علامك بسم الله عليك؟ احبها. ايش علامك مرتخي؟ احبها. ايش فيه؟ شو مسويت لها شيء انت؟ لا ما مسويت لها شيء. قايلت لها شيء غلط؟ لا يا اخوي ما مسويت لها شيء. ايش علامهم انت دوده؟ هو يمكن يعني حالم ولا هم مضايق ولا في شيء. حامل؟ قصدي حلمان يعني. يا اخي ايش تبي تروح دكان؟ خلي انا اقعد مع حبيبتي شخشوخة قلبي. مع من؟ شخشوخة قلبي. اك أقول لكم إيش فيكم؟ زوجة ذا الظاهر إن عليه قل صح ويبي له قران، لازم نقرأ عليه. ما في شيء. لا فيه بلا. زوجة فيه بلا. يا ويلي. أنا بروح لدكاني وأخليكم على راحتكم. لا خلي ما نبيك يا أخي خلي قعد مع حبيبتي. خلاص يا شخصوخة قلبي. خلاص أنت روح، وإذا عاود مرة ثانية يفتر كأنه مروحة أنا بكلمك. يلا. روح يا أخوي روح. على خير. هاك. روح يا أخوي روح. أحبس ليش أنا ما أدري يا ولد، ليش أهوات أنا ما أدري يا ولد. أحبس مرة أموت فيس وفي عينيس
الحلوات يا بعد قلبه الحوينك يا بعدهم كلهم يا زراجي بينهم. انت الحلو وش تبي جاي وراي؟ احبس. وش تبي؟ احبس بروح ما اقدر اخليس. بروح الحمام. ما بروح معز الحمام. لا عاد شوف كل هذا لا عاد. يلا عاد اوقف مكانك لين اروح الحمام واجي. الواحد ببيته ما يقدر ياخذ راحته. وش ده يبي يلحقني الحمام؟ طيب حبيبتي لا تطولي لقد احتري سنة. يا زينة وزينة عيناتها رقام ترفرف. هاو الله يصلحك يا شيخة. معقولة تسمعين هالحكي الفاضي؟ ضروب نضرب العدو؟ وش الحكي الفاضي؟ أقول لك لازك فيني 24 ساعة مو راضي يهدني. أوف أنا مدري كني زودت تمرات زودت الشعار مدري وش سويت. أنا مدري وش سويت بعمري. يا شيخة هذا كلام كله خرابيط. روحي شوفي ايش في زوجك. في شي ببيتنا بس مدري وش هو. هاو وبعدين؟ كل شوي طايحين شي ببيتنا مدري وش هو. يا أختي أجيب كاس الموية أحطها هنا ألقى رايح هنا. هذا غير البيبان اللي تراقع ولا النور. النور يشتعل ويضوي الحالة يشتعل ويضوي الحالة. أنا مرة خايفة قلبي يدق مدري صار مدري صار بالبيت. بسم الله العظيم الأعظم. سكنهم مساكنهم وش فيه رشيد بالضبط؟ ما أدري يا أخوي بصراحة صار كأنه بزر صغير يعني كله متشعبط فيني ومراضي يهدني وقاعد يفتر في البيت ويعني ما أدري أوضاعه جدا غريبة يا أخوي. طيب والحين وينه؟ وينه وخليته نايم بعد يعني ما يصير يا أخوي. وين ما أروح أجيبه معاي؟ ما يصير يا أخوي. يا حسرة قلبي إذا قاموا ما لقاني يعفس البيت فوق وحدر. شيخة شخشوخة عمري. سمعتوا لحقني لهنا. الحقي فضحنا يا زين يا زين حين عتالي قامت سبسبها يا خشوخة عمري. تقم اجرني بالبندين حسبي الله على ابليسه. فارس يا شيخه قلب النوبه لقيت قدامها وقلبي ينقطع. ايش في قلبك؟ ما ينقطع؟ اي يا مال البرابلم والضارب اللي يضرب العدو. عنب ابليسك جمعت البزارين وجمعت اهل الديره علينا كله بسبب ايش على يا اخي. ايش دخل قد احبه يا اخي؟ تحبها روح لبيتكم. روحوا يلا روحوا لبيتكم. يلا بنروحوا. يلا روحوا. خلاص روحوا. ايش تبي انت؟ بارك الله فيك. روحوا فشلتونا عند بيتي. انت خلاص يا اخوي خلاص. أقول مبارك. نعم الرجال خلاص مرت الوحدة وهي يستر بس. يا ويلي خلاص يا شيد. يا رب أقول أخوي عبيد مالك جاسة هنا خاف إنه يعديك. يلا همشي. يا الله لك الحمد لله. ولا وش قعدني بعد. مبارك أنا زهقت مليت خلاص طقت كبدي. كلهم جابني لا يطلع لا يروح حتى شغله ما قاعد ما عاد يروح. وش اسوي؟ لا هذا الشيء ما ينسكت عنه. انا لازم اشوف لي حل بالشغله هذه اللي فوق المروحه. ولا ريحة البيت مخيسة؟ يا مرة أنا طالع عند زيد أسولف شوي. يا الله يا كريم يا رأس عاب شو السالفة؟
ما في أحد. وش اللي صاير؟ صاح عمر؟ وش بلعهم؟ وش السالفة يبا؟ قبل حرام صلى على النبي. هذا اللي جاب لي البلا وجاب زوجي البلا، زوجي راح فيها بسبته. قال محطات فضائية، قال إلا محطات خراب بيوت. أنا علمك شو راح أسوي فيك الحين. الشارع